أعوذ بالله برصوهن رص بدها باتمان هاي الجنينة. انت هيك عملتي غسيل للرئة مش استنشاء. مالها هاي حرفيا ودنا ناكل زيت زعتر ودنا نشرب شاي بعدين بننام. امبارح هذا الزعتر جايبيته زي كأني باكل حجر حصى هيك، وانا قلت له احط لي زعترات كويسات. يا لولو ليش؟ لا ما بيعمل حركة، طول عمرنا بناكل والشاي بقلق. شو هالنوم هاي؟ طب بتصدقوا امبارح شربت شاي الصبح واكلت الزعتر حطيت راسي ونمت عطول لاني اصلا نعسانه. شو النوم الاسطوريه، شاي قلق وزعتر حرقه. بقول ماني مش على بعضي مش ولا بند. هل مال عيونك تعبانه شكلك؟ بالعكس انا في قمه ايام سعادتي. كيف شكلي تعبان؟ انا شكلي تعبان؟ كيف بدي يكون شكلي تعبان؟ الحمد لله شكلي مش تعبان بالعكس. وين اهلك انت؟ عند اهلك بعلموهم كم من شغل وراجعين على الدار لانه بدكوا صراحه. اياك تلحقني مخطوبه ابن عمي عشقني والغيرة اسلوبة. لا يا سام بحبش المعجنات العجين. خذ لك فلاح بحكي جنية. يا ربي عم بضحك وعم ببكي. لا ما بحب العجين أنا الصبح لعني أكل عجين عجاين. مال ذاني بالطن
طنطم مناقيش بيتزا في مناقيش بيتزا يا سامي. A beautiful princess. تبنا إلى الله. لا ما يبي عشان بضاني Thank you يا جوني. جوني give me one lion not flower. شوفوا هسه كيف جايون راح يطلع من كل اللايف. صلي يا حجة صلي. سكتت فلور. هذا طيري لي يا لولو. احسن انظف. لا بدي اقعد للستة وبعدين بدي اروح تراسي وانام لانه عندي الساعة 2 موعد اسناني. هاي طحونتي ذابحيتني. هاي طحونتي ذابحيتني. لما اكل بحس اللهم صل على سيدنا محمد. لما اكل بحس ب هيك كيف الاكل بحس يعني شعور مؤلم. بس فشكله والله يعني من الحشوات الاثنين. والله يا سامي ما بقدر حتى لما اكل الخبزة. عصب ما بعرف والله العلم. انا بحكي لكم ايش يمكن حساسية او يمكن تطلع الحشوة بدها تغيير ما بعرف. لانه يعني انا بطحن هون اكثر من هون. لعاد اعدلي بين الثنتين. ليه هما نسواني؟ شو اعدلي بين الثنتين هاي؟ ما فهمتش. طوحيني ترى. يا زلمة يا فلاح شو صح مخطوبة؟ مخطوبة وفتح لك بسولف معك. بسولف مع خطيبي هسه بكون. فضيت لك أنا من نأسس حياة. هل يعقل اترك حياتي وابلش فيك يا فلاح؟ ارحمني. نتشارك باشياء المطبخ نشوف شو بدنا نجيب. غاز وميكروويف. ميكروويف عليه، الغاز علي، الكولر عليه، الكونديشن علي. تخيلوا مره بدون ذكر اسماء قصة اوكي. مرة اجا لبنت من الايام رجل اوكي. وهذا الرجل كان منيح يعني كرجل منيح. وكان في اتفاق على الخطبة والزواج والاسرة تمام. بس بعد فترة يعني بعد ما وافقوا الأهل البنت
على الخطبة وهي وافقت ويعني خلص تتمشي. بعدها هم وافقوا هاي عند قراءة عند قراءة الفاتحة صار اجى الاهل يعني على اهل الشاب اجوا على اهل البنت عند قراءة الفاتحة قرأوا فاتحة واتفقوا انه كل اشي البنت طالبيته من مهر من من, من